بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله Yeah.
الطاووس الصحراء أي الشيطان الشيطان كان الإنسان ذكر الله إليك حزب الشيطان وأن حزب الشيطان هو الخاسرون الذين يعدون الله ورسوله أولئك في ربيعين أتبع الله لهم ولبني آدم ورسوله إن الله قوي حميد لا تجد قوم ويدخلهم جنات النبي من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله يا لا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم اليوم أولي حق حسنا وهم كنتم يخرجوا وظنوا أنه ما أتعتهم يحسبون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رغبا يخرجون من بيوتهم بأيديهم وأيديهم فاعتبروا يا أيها أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الآلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم استحقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من دينكم أو تركتموها قائمة على رسولها وبإذن الله وليخرج وخزي القاسقين ما قاء الله ولا رسوله فما أوجبت عليهم من خير ولا رتاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله ولا كل شيء خير ما قاء الله ولا رسوله أهل القرى فإلا للرسول من القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا يكون سورة بين الأعياء منكم وما آتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن فاتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فهم ظالمون يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الكفر من قبل يحجون من حاجة إليهم ولا يحجون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حاسسة من حاسستهم وعنده قشق شحنا نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لأخر إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أخرجكم أخرجن معكم ولا تطيعوا أخركم أحدا أبدا إنكم ننظر أمس أنكم والله يشهد إن المكاذب وإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولن تطيعوا لا ينصرونهم وإن يسروهم يولون الأدبار ثم لا ينصرون
كنسرت رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدور بأس بينهم سبيل يحسبهم جميعا قلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يأكلون فمثل الذين من قبلهم قليلا ذاقوا وبالهم ولهم عذاب أليم فمثل الشيطان إذ قال للإنس اكفروا فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكان عاقبتهما أنهما في نار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولينظروا نفس ما قدمت ليدهم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوهم وعدوكم أولياء كفر تلقون إليهم مودة وقد كفروا بما جاءكم حتى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإن كنتم خرجتم جهادا فرجكم جهادا في سبيلي ابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أعطيتم وما أعلمتم ومن يفعلوا منكم فقد ضل سواء سبيله يستحقوكم يقولون إن عداهم ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وأنتم له تكفرون لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم يا أبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإلينا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العلي الحميد وصلى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عبدتم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم
الظاهر على إخراجكم إن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أن الله أعلم ما في إيمانهن فإن قبلتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم وأعطوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافي واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فبكم فاتوا الذين ذهبوا أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين إذا جاءكم آمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف تبايعن فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.